عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي يا اغلى حاجه في حياتنا. معايا طبعا فروسه العسوله. يوسف احنا رايحين فين يا قلبي؟ لا رايحين الفيلا الجديده بتاعتنا الاول، البيت الجديد. رايحين الفيلا الاول. وانا عايز احلق وحوده. صباح الخير يا محمود. صباح العسل، صباح الجمال. طبعا محمود موصلنا يا جماعه، السواق بتاع العيله. وطبعا انا وسعت دماغ كده فاروز، تعالى دماغ كده. ومعانا مع ايه احلى، ومعانا ندى. الاثنين يا جماعه رايحين يظبطوا الفيلا هناك ويسيقوها علشان شركها علشان بعد كده يا جماعه باذن الله هم هينضفوا الفيلا النهارده وهيسيقوها وكده. عشان انتوا عارفين طبعا الفيلا ايجار. وبعد كده يا جماعه هنروح نجيبوا هدومنا ونروح نستقروا هناك بقى على طول خلاص باذن الله. صح كده؟ لو انت يا جماعه هنا اول مره تشوفنا واول مره تتفرج على عائله ندى واحمد، هتنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو دوت، عشان عايزين يوصل ل 50,000 لايك. واللايك بتاعكم يا جماعه بيفرق معانا وبيدعمنا جدا. مش هيخسركم حاجه والله. ومش هيخسركم حاجه والله. لايك مش هيخسركم حاجه. فيروز باي باي. استنوني في الفيلا. ايوه على الفيلا دي. اهلا بيك في الفيلا يا حياتا ويا ندى. حياتا هتخش برجليك اليمين يا حياه. اهلا بيك في الفيلا. والطقم ده جميل قوي يا جماعه على حياه، جزمه سودة. تعالى جوه في الشمس بس. ايه صباح الخير يا شريكي. اهلا بيك في الفيلا. شريكك دلوقتي ها. ندى اهلا بيك في الفيلا. يا جماعه هتخش على تحديات الفتره الجايه وفيديوهات. طب ندى افتحي يلا الباب. يلا وسع بس العيال عشان ما حدش يتعور. اتفضلي يا شريكتي جوه. يلا يا شريكتي. يلا يا اولادي. يلا يا اولادي. يلا يا حياتي. احمد جه بابا جنبه. يلا يا حياتي. طبعا يا جماعه بصوا الفيلا اهي، احنا طبعا جايين نسيقوها ونظبطوها. دي يا جماعه اللي كنا بنعمل فيها التحدي هنا. ندى باشا الله يسلمك. ابو احمد محمود اهو. حول ابو احمد اهو. بص يا ندى باب الفيلا اهو، في باب فيلا هنا ده، وفي الفيلا الثانيه الباب بتاعها الثاني هنا اهو. استنى ليها بابين اهو، الباب الثاني اهو يا جماعه. ايوه الفيلا اهي. مين حوده؟ خش برجلك اليمين. قول لهم بقى ايه يعملوا في الكومنتات. حياه حياه خش برجلك اليمين يا حياه. يلا حياه حياه خد برجلك اليمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ندى اهلا بك في فيلتنا يا حبيبتي. يا اهلا يا اهلا. تيجي نوريك اوضتنا؟ لا لما نظبط الدنيا. هنظبط الدنيا الاول يا جماعه وهنوريكم ايه الدنيا ماشيه ازاي هنا في الفيلا. بس كده وهبطي انا حاجه في حياه. صح كده؟ حياه ايه رايك في البيت الجديد يا حياتي؟ حياه ايه رايك في البيت الجديد؟ سلام ما شاء الله. بصوا يا جماعه طلعنا كل حاجه في الشقه. لو تلاحظوا طلعت كل حاجه. ندى طلعت كل حاجه بره ليه في الشمس؟ تتهوى؟ مش متهويه وعايزين نخلص نسيقه بابا بعد. كانت الفيلا يا جماعه بقى لها ايام مقفوله صح؟ بصوا يا جماعه ندى رصاصتهم ازاي؟ بصوا بصوا يا جماعه المراتب. احنا ما ينفعش نجيبوا مراتبنا. ينفع اجيب لك لو عايزه مرتب بتاعتنا جيبها لي. بتعملي ايه يا يوزا؟ انا بلعب. بتعملي ايه؟ بصوا في ايه؟ طماطم دي. طماطم. ايه هو ينفع نجيب المراتب دي ولا ممنوع؟ ينفع بس المشكلة دي المراتب دي متر. احنا بتاعتنا متر. احنا ممكن نلزقوا سريرين في بعض. ما احنا بتاعتنا متر و20. ندى ايه احساسك بأول فطار في شقتنا؟ ايه؟ حلو ساعتها من بكره. بس اقول لك حاجه، الاسعار هنا غاليه قوي يا ندى. والله نروح نجيب حاجاتنا كلها ونرجعوا هنا. والله العظيم يا جماعه الاسعار غاليه فوق ما تتخيلوا يعني. بص بقى يا جماعه جبت لهم ايه؟ يعني تخيلوا يا جماعه شويه العصاير والبيبسي واللي هو الرش دوت وشويه فول وفلافل وكام باكو شيبسي وعصير معاهم. دولت يا جماعه عاملين 200 جنيه. والله العظيم يا جماعه ب 200 جنيه. احمد لو شفت المنظر جوه مالي هتعيط. بس ظبطتوه؟ لسه احنا لسه بادئين فيه. يلا يا يوتا احمد المخلص احنا ما عملناش حاجه في الاوضه. جبت لكم المخلص اهو مساحه اهو. يا جماعه ونسيت
جبت مكنسه ومساحه جداد يا جماعه اهو، دول تبع ال 200 جنيه صح نسيت. طب كده يا جماعه قولوا لي، بصوا يا جماعه طبق الفول عامل ازاي؟ ده منين ده يا احمد؟ ايه من السوق. بصوا يا جماعه الفول ودي ايه، بص اندوق البطاطس الخيم دي المفروض بطاطس. عايز تترمى؟ عايز تترمى؟ ودي الفلافل اخليها معاك يا فلافل، ويا سندس على فلافلها بوظها. نعم يا زونه حبيبي، شكرا على الميه. شكرا على الميه، يلا امك اللي دافعه حقها. انا لازم اجيب ايه؟ ايه لابسه هدومها ولا لا؟ لا لا لا. طب مش لابسه الطرح يا فاروق. حياه ايه رايك في الفيلا دي يا حياه؟ ايه رايك في الفيلا دي يا فاروق وغزه؟ لا 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 غزه، ايه رايك في الفيلا دي؟ حلوه؟ يلا لا احكي لي على الفطار. يلا حبيبتي طب يلا بينا. طيب بصوا يا جماعه الفلافل اكل المصري فعلا يا جماعه والله. بس بصوا يا جماعه فلافل وفول وبطاطس، بس مش عايزه الحاجه ساقعه دي، الحاجه ساقعه دي تحسها عايزه ماكدونالدز. ايه يا احمد؟ ايه رايك في الفطار؟ حلو والله ما شاء الله. قول والله يا زن ابني جت على فلافلها حفصها. يا زن يا زن يا احمد معلش يا زن. ايه رايك بقى في اول فطار وحاسه بايه باول فطار؟ انا مبسوطه، حاسه ان هي ريحه حلوه يعني خفيفه، وانا حسيت كمان اما الكنبه اللي هنا دي طلعناها خف صح انا ده يا جماعه الدنيا خفت. كميه الاشياء اللي موجوده في المطبخ يا جماعه، بيقول لي الفيلا مقفوله بقى لها حوالي سنه، انتوا متخيلين يا جماعه؟ احنا كورونا ايه؟ هنفطر يا جماعه وخليكم معانا. بصوا يا جماعه بعد يوم طويل فروزه العسوله بصوا بتعمل ايه مع يزن. العبي معايا فروز ما تضربهوش. بيعمل لك على ظهرك كده؟ قولوا له قولوا له ربنا يسامحه. خلاص خلاص يا فاروق قولوا له ربنا يسامحه. حياه حياه طبعا يا جماعه بعد يوم طويل تعبت. حياه غزوله غزوله عامله ايه؟ الحمد لله. بص بص حياه يا جماعه تعبت ازاي والله العظيم كان هي اللي بتسيق. يا اذن مالكش دعوه بالعيال. بصوا يا جماعه المراتب ديت احنا مش عايزينها، احنا والمخدات احنا هنروح نجيبوا مراتب جديده ماشي. بص طبعا بقى يا جماعه بعد طول انتظار هنا يا جماعه الدخله بتاعت الفيلا هنا معانا طبعا ايوتا. ايوتا تعبتي ولا لا؟ تعبنا جدا، وايدي بص ايدي وجعتني. قولي والله ايدي وجعتني. انت كنت متوقعينها انضف من كده الشقه؟ احنا دخلنا فيها قلنا نظيفه جدا. لما بدانا الشغل ربع ساعه كميه التراب وكميه الحاجات اللي كانت في المطبخ الياكي يا بس هي فايده عشان هيعطقع هي غزل غزل. ندى ايه رأي احساسك بقى من نظافه الشقه؟ لا متعه روح بس إيه؟ بس لما نجيب حاجات لازم نجيب الهدوم وحاجتنا عشان بقى ندوب يا بيت من اول بكره. وهجيب لك مرتبتين جداد ماشي يا باشا. وانت ايه انا مرتبه ماشي. وهصور لكم يا جماعه المراتب وانا جايبها والمراتب ديت قلت لصاحب الشقه اللي صاحب الفيلا مش عايزهم، قال لي حطهم تحت السرير مش عارف ازاي احطهم بقى بصراحه. في حاجات حطيناها مشكلة. وبعدين عارف لو في اوضه للكراكيب مثلا مفيش. هي المشكله يا جماعه الفيلا هنا اوضتين والفيلا الثانيه اوضتين، يعني هم اربع اوض. بصوا بقى يا جماعه الفيلا بعد النظافه وبعد التعب. ندى جايبه لنا هدومنا اهي يا جماعه. والله هدوم يا جماعه عشان احنا رايحين النهارده للدكتور، فاخدت معايا هدوم عشان ايه اغيره ونروح. خلاص باذن الله. يلا بصوا يا جماعه هنا، بصوا هنا كانت ال كمان احمد هنا هيجي امتى؟ جاي في السكه هنا يا جماعه. دي كانوا مش عايزينها بين عينها متكسره يكي. وهنا التلاجه ديت كانت قديمه وجابوا لنا واحده جديده، فهم مش عايزين التلاجه ديت فبرضه حطيناهم بره لحد ما في عربيه تيجي تاخدهم. تشربي ميلك تشوكلت؟ والنبي يا تشربي تاكلي ايس كريم. تاكلي ايه يا ايه؟ بقول لها تشربي ميلك تشوكلت ولا ايس كريم؟ انا هنروح نقعد في كافتيريا؟ خلاص نقعد في شويه. يلا بينا. ندى احساسك ايه وانت طالعه بالجلباب في ال في الجنينه؟ عادي 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 اهو. ولا يا زن انا مالكش دعوه بالبيت يا ولا يا يزن ولا يا وزن ولا عشان ندى انت تعبتي بصراحه. قول والله بس فرحه الفيلا وفرحه الجنينه تستاهل التعب ده ولا لا؟ انا لسه مش هحس بالفرحه النهارده. اما تحسي بقى امتى؟ لما اجيب حاجه بالليل واصحى بكره الصبح فيها. خلاص اوكي باذن الله يا جماعه احنا هنجيب حاجاتنا النهارده. ايه بصوا يا جماعه يا عيني هتبدا الفرحه مع اول فطار. يعني يا عيني حياه نامت يا عيني. بصوا نعم انا جلجل هتبدا الفرحه مع اول فطار في الجنينه باذن الله. وانا بص الكنبه دي المفروض تبقى في الصاله بس احنا طلعناها. غزوله قولوا لهم ما توحشوني قوي يا غزوله. توحشوني يزن فروزه هتوحشوني قوي قولوا لهم.
بنقلنا خلاص. ماشي ندى، بصي ندى اقول لك حاجه. بص ممكن تقولي لهم لو عايز، انت بتعملي ايه؟ اقول لكم بتنضف. ممكن تقولي لهم لو عايزين افكار ايه تاني نعملها لكم في الفيلا، او مثلا انا عايزه افكار بالهبل ده، احنا الايام الجايه هنقضوها وهنجيبوا حمام سباحه باذن الله. طب انا عايز اقول لك حاجه، يعني مثلا هم لو عايزين تعرفوا ايه تاني يا جماعه ممكن نعملها لكم، نصور لكم فيديو. هم اللي هيقترحوا علينا. يعني احنا النهارده يا جماعه فيديو النهارده نضفنا الفيلا، عايزين فيديو ايه؟ واحنا بننقل هدومنا وكده، ولا واحنا بننضفه وجوله في الفيلا؟ عايزين ايه؟ واحنا معاكم في اللي انتوا هتزورونا عليه. خلاص اوكي ماشي، واعملوا باي باي. باي باي.